بدون شك أسماء إنه العامل النفسي له دور كبير في العلاج، والإشي الجميل إنه الأشخاص الموجودين في الجمعية هن نفس أشخاص مرضى سكري وهن نفس أشخاص اللي بيساعدوا بعض البعض. وأكيد أنت عصام بتعرف إنه في كتير أبحاث أثبتت إنه العامل النفسي أحياناً بيكون أهم من العلاج الجسدي، وفي كتير أشخاص بتغلبوا على أمراض صعبة بس بسبب معنوياتهم العالية. وهون إحنا بننتقل للتقرير الأخير لحلقة اليوم. لعل ثقافة الشعر العربي منذ ولادته هي ثقافة سمعية، ولعل هذه الثقافة ورغم اختراق مصادر الترفيه التكنولوجية لا زالت حية داخل المجتمع. الزجل الشعبي هو نموذج يطلعنا عليه الزميل عدي عدوان في هذا التقرير. رغم اقتحام الموسيقى الحديثة الشاشات وكثرة القنوات التي تبث الأغاني المصورة، فهناك جمهور يفضل سماع الشعر والأغاني التراثية. وتعا يا شعر جهز لي أثاثي، بيوت الشعر بسنين الحداثي، إجاك المنحرير ولبست مشلح، وتراثك حملت يحيى تراثي. بعد النجاح الذي لقاه الشعراء المحليون توفيق حلبي وشحادي خوري عندما نزل شيخ الزجلين الشاعر زغلول الدمور والشاعر عادل خداش في الأردن، أحياء أمسية زجلية خاصة وناجحة باشتراك نخبة من الشعراء في قرية علبون في الجليل. زجل هو شعر شعبي عامي يعني التطريب، هيك بالتعريف يعني. أما طبعا الزجل له خلينا نقول هو جذع، وفي له كثير فروع وله كثير أشكال وله كثير لهجات وله كثير من شروقي لمجنة لمعنة لعتابة لموشع، طبعا يختلف من بلد إلى بلد كما يختلف التفاح من بلد إلى أخر. حقيقة ما كانش عندنا بالأول زجل منبري، ما كان عندنا زجل منبري، عندنا كان معروف الحداي، هن اللي كانوا يعني حملوا الزجل فترة طويلة ما لا يقل عن 50-60 سنة تقريبا. بطلعتنا على المسرح سوية، لا من قلل ولا من زيد شانك. بدون شك أن الزجل الشعبي في الأونة الأخيرة في حالة تطور وتطوير، فهناك أكثر مستمعين وأكثر معجبين بهذا اللون العامي للشعر وطريقة الإلقاء التي تحرك المتلقي وتجعله يتفاعل مع الكلمات واللحن الإلقائي. والبدو يلعب بالنار، النار بتحرق له إيده. أول ما بدينا الناس مثلا بقتش مآمنة خلينا نقول بقدراتنا كشعراء إنه نأدي الرسالة بهيكلية لبنانية يعني اللي بيعرفوها بالتلفزيون، زغلول الدمور، طريح حمدان، موسى صغير، واللائحة طويلة. شوي شوي الناس خلينا نقول آمنت فينا ودعمتنا وصارت تيجي على الحفلات، ونشأ عدة جوقات في كل البلاد. تقدر تقول الزجل في الوسط العربي أصبح حالياً في حالة انفتاح. من جهة الزجل هو من النوع الشعر اللي أنا بحبه كثير كثير. أول شيء لأنه ملتصق في هويتنا، ثاني شيء هو بيقوي الذاكرة الجماعية تبعتنا، والشعر العامي هو بيحكي عن ضميرنا وعن تجربتنا الإنسانية الكاملة من الماضي للحاضر. أنا برأيي أنه نحن بنسوي عرض مسرحي سواء كان بشعر أو غيره، يعني عرض مسرحي إذا كان جيداً الناس يعني تقبله، إذا ما كانش جيد لا تقبله. صحيح إنه الجيل فيه تراجع بكل المفاهيم التراثية الثقافية واللي بدك إياه، أما مع كل هذا نحن نؤمن إنه ما بيصح غير الصحيح، وكل عرض جيد سيفرض نفسه لو بعد حين. وأنا بعرف إنه حفلات الزجل لا تنتهي بانتهائها. عم بنشأ عنا جيل جديد زجالين إشي يرفع الراس فيهن فعلا يعني، وإحنا أنا شخصيا شايف مستقبل الزجل في وطننا. بالنسبة إلي كل واحد بيجي وبحضر المنبر هذا نجاح للمنبر، والمنبر ما بيكبر إلا في جمهوره. أنا من جهتي بحب كل أنواع الزجل، القرادي، المخمس مردود، الموشح، العتابة، بتذوقها. بحب الشعر المعبر القوي اللي ممكن ينقلنا للصور الشعرية، وكثير بنسجم معها. وين في حفل الزجل أنا بكون؟ وشوف الفرق ما بين كثر الفلسفة وما بين قلة معرفة وقلة أدب. الأحوال الاقتصادية المزرية في الوسط العربي في الداخل تلزم الشعراء عدم الاعتماد على الزجل كاحتراف مهني، وإنما مزاولة أعمال أخرى من أجل المعيشة. أنا مش عايش من الزجل لأنه الزجل مش معيشي، الزجل هو موهبة من عيشها. أنا عندي بشتغل في مصنع، إحنا بنسعى إنها تكون احتراف إن شاء الله إنه نقدر نعيش منها، ولكن هي بعد لحد إسا موهبة
بس احنا عم ننشر زجل، عم ننشر ثقافة زجلية حديثة نهضة. الشعر اللي عم بنقوله على منبر فلسطين لا يقل عن اللي عم بنقال عن منبر لبنان مع كل تواضع. وعلى منبر شعر من صنف اللي قال طلعنا سوا تنجمع قربنا ونوصل رسالة بصوت عالي بعروبتنا فقط نحنا عربنا. نحنا ثقتنا في الجيل الجديد انه ينمو هذا النوع من الزجل والشعر لانه بعود بالفائدة للناس يعني من ناحية تفكير ومن ناحية وعي ومن ناحية ثقافة. لكن تام وصل هالرسالة وتكتف شرقنا مع غربنا. ما من لب النداء في أي حالة، ما من لب نداء إلا اللي نادوا علينا وين انتوا يا عربنا. أظن عصام إنه الزجل لأنه باللهجة المحكية وبترافقه موسيقى فهيك بيكون أكتر قريب من الناس وأكتر شعبي. طبعا أسماء ولا ننسى إنه المنافسة بين الزجلين كمان مهمة جدا. أكيد عصام، بس إحنا هنا بنوصل لختام برنامجنا لليوم، ونتأمل إنه قدمنا شيء قيم للمشاهدين. ومنذكركم إنه موعدنا بتجدد الأسبوع القادم بنفس الوقت. منا عصام بلان، أسماء عزيزي، أجمل التحية وإلى اللقاء.